في المرات اللي فاتت اخدنا الزد ترانسفورم ازاي نحسبه بطرق مختلفة، وايجاد الانفرس زد ترانسفورم برضه بطرق مختلفة. لان دراسة الديجيتال كنترول سيستمز نظم التحكم الرقمية جدول الضرب بالنسبة لها او الف ب بالنسبة لها هو كيفية حساب الزد ترانسفورم والانفرس زد ترانسفورم للديسكريت سيجنالز، لان ده احنا هنشوفه كتير جوه النظريات اللي احنا هناخدها على مدار الايه الترم. طيب تعالى نطبق اللي احنا اخدناه قبل كده في الزد ترانسفورم والانفرس على اللي احنا عاوزين نقوله النهارده. النهارده عاوزين نتكلم على الماثيماتيكال موديل اوف ديسكريت تايم سيستمز، الانظمه السيستمز الانظمه اللي هي ديسكريت تايم. الماثيماتيكال موديل عباره عن ايه؟ شكله ايه؟ المعادلات بتاعته بتاخد انهي شكل؟ طيب احنا اتفقنا في اول محاضره خالص ان السيجنالز فيها كام نوع؟ فيها نوعين، يا اما كونتينوس او بنسميها انالوج ودي بيبقى ليها لابلاس ترانسفورم، او ديسكريت تايم سيجنال ودي بيبقى ليها الزد ترانسفورم. وبالتالي الانظمه السيستمز بنصنفها لنوعين. بنصنف الانظمه لنوعين. لو انا عندي سيستم، لو عندي سيستم الانبوت يو اوف تي والاوتبوت او الريسبونس اللي خارج منه الاوتبوت او بنسميه الريسبونس واي اوف تي كده الانبوت سيجنال بالرمز الرياضي اللي انا كاتبه كده، ده كده دي كده كونتينوس تايم انالوج ولا ديسكريت تايم؟ دي كده انالوج، يعني اليو اوف تي لما تيجي ترسمها مع التايم يطلع لها اي شكل، وبالتالي بيبقى ليها لابلاس ترانسفورم كابيتال يو اوف اس. الواي اوف تي الاوتبوت او الريسبونس ده برضه انالوج او كونتينوس تايم، ممكن يطلع له اي شكل كده مع التايم، وبالتالي هيبقى له لابلاس ترانسفورم كابيتال واي اوف اس. لما يبقى السيستم الانبوت والاوتبوت الاثنين انالوج كونتينوس تايم، فبنتعامل مع الانظمه دي باستخدام اللابلاس ترانسفورم، والانظمه دي بنسميها الكونتينوس تايم سيستمز، الانظمه المتصله زمنيا. يبقى انا بصنف السيستم على انه كونتينوس تايم عشان الانبوت والاوتبوت الاثنين كونتينوس تايم. طيب الانظمه دي احنا تعاملنا قبل كده لما جينا بدانا اول حاجه خالص في الكنترول، اول حاجه اتكلمنا فيها على الماثيماتيكال موديل لاي سيستم. ما هو تعريف الماثيماتيكال موديل؟ هي العلاقات الرياضيه ما بين الاوتبوت ما بين الانبوت. لما تيجي بقى تربط الاوتبوت بالانبوت بعلاقات رياضيه، عندك شكلين للانبوت وعندك شكلين للاوتبوت. يا اما الاوتبوت فانكشن في التايم، في التايم دومين، يا اما اللابلاس ترانسفورم بتاعه واي اوف اس ده في الاس دومين فانكشن من الاس، ونفس حكايه الانبوت يا اما فانكشن من التايم في التايم دومين يا اما فانكشن في الاس في الاس دومين. وبالتالي لما اجي اربط الاوتبوت بالانبوت، يا اما نربط الاوتبوت في التايم دومين بالانبوت في التايم دومين، يا اما نربط الاوتبوت في الاس دومين بالانبوت في الاس دومين. فربط الاوتبوت بالانبوت هو ده اللي بنسميه الماثيماتيكال موديل. للانظمه الكونتينوس تايم زي ما قلنا قبل كده لما جينا بدانا ندرس التحكم، قلنا الماثيماتيكال موديل لاي سيستم بياخد كام شكل؟ ايه هما؟ بياخد شكلين. اول شكل بياخد شكل ديفرنشال ايكويشن، معادله تفاضليه. اي معادله تفاضليه لاي سيستم بتبقى طرفين، الطرف الشمال يحتوي على الاوتبوت وتفاضلاته، فيبقى الطرف الشمال ان جنرال واخد الشكل ده واي اوف تي اوف اوردر ان زائد ثابت اي واحد واي اوف تي اوف اوردر ان ناقص الواحد اند سو اون زائد الاي ان ناقص الواحد واي اوف تي دوت
زائد الاي ان واي اوف تي، يبقى ده كده ادي الاوتبوت تفاضل الاول والثاني والثالث والاي 1 والاي 2 والاي 3 ولحد الاي ان، دي كلها ارقام ثابته ثوابت تطلع ارقام. الطرف اليمين بقى هيحتوي على اليو اوف تي اوف اوردر ام زائد ثابت بي 1 في اليو اوف تي اوف اوردر ام ناقص الواحد زائد اند سو اون زائد البي ام ناقص الواحد في اليو اوف تي دوت زائد البي ام في اليو اوف تي. يبقى الطرف اليمين بيحتوي على الانبوت التفاضل الاول والتفاضل الثاني والتفاضل الثالث لحد التفاضل رقم ام، والبي 1 والبي 2 لحد البي ام دي ارقام ثابته. يبقى لاي كونتينوس سيستم الماثيماتيكال موديل الشكل الاول له ان ياخد شكل ديفرنشال ايكويشن معادله تفاضليه. الشكل العام لاي معادله تفاضليه هي طرفين، الطرف الشمالي يحتوي على الاوتبوت وتفاضلاته والطرف اليمين يحتوي على الانبوت وتفاضلاته، بحيث اعلى تفاضل في الاوتبوت هنا رقم كام واعلى تفاضل في الانبوت هنا رقم كام؟ لازم الان تكون اكبر من الايه، من الام، والان دي احنا سميناها ايه قبل كده؟ اعلى تفاضل في الاوتبوت. برافو، السيستم سميناها السيستم اوردر، رتبه السيستم. وبالتالي السيستم ده لو كان فيرست اوردر يبقى اعلى تفاضل في الاوتبوت هنا هو التفاضل الاول، لو كان السيستم ده سكند اوردر من الرتبه الثانيه يبقى اعلى تفاضل هنا هو التفاضل الثاني، وهكذا. يبقى اعلى تفاضل في الاوتبوت هنا ان، ده بنسميه السيستم اوردر، ولازم اعلى تفاضل في الاوتبوت اللي هو السيستم اوردر يكون اكبر من اعلى تفاضل في الان. يبقى ده الشكل الاول للماثيماتيكال موديل انه ياخد شكل ديفرنشال ايكويشن. طيب الشكل الثاني، انا هنا رابط الاوتبوت كفانكشن في التايم في التايم دومين بالانبوت كفانكشن في التايم في التايم دومين مع تفاضلات الانبوت وتفاضلات الاوتبوت. يبقى كده شكل العلاقه الرياضيه ما بين الاوتبوت والانبوت اللي واخده شكل معادله تفاضليه، ده احد اشكال الماثيماتيكال موديل، بس الماثيماتيكال موديل ده في التايم دومين. في شكل تاني بقى للماثيماتيكال موديل، ايه هو؟ الترانسفير فانكشن جي اوف اس. ما هو تعريف الترانسفير فانكشن لاي سيستم؟ هي لابلاس الاوتبوت واي اوف اس على لابلاس الانبوت يو اوف اس، يبقى ادي الواي اوف اس على اليو اوف اس، لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت. الديفرنشال ايكويشن والترانسفير فانكشن الاثنين دول ماثيماتيكال موديل، يعني علاقات رياضيه ما بين الانبوت والاوتبوت. وبالتالي ان طالما دي او دي معادلات رياضيه لنفس السيستم وبتربط نفس الانبوت بنفس الاوتبوت، يبقى اقدر احول المعادله التفاضليه للترانسفير فانكشن والعكس، اقدر احول الترانسفير فانكشن الى معادله تفاضليه. فاحنا القاعده الجنرال لجميع الانظمه لايجاد الترانسفير فانكشن هي ان انا باخد اللابلاس ترانسفورم للمعادله التفاضليه. ليه باخد اللابلاس ترانسفورم معادله تفاضليه؟ معادله تفاضليه بتدي علاقه ما بين الاوتبوت ما بين الانبوت في التايم دومين ولا في الاس دومين؟ في التايم دومين. وانا في الترانسفير فانكشن عاوز علاقه ما بين الاوتبوت والانبوت في الاس دومين. مين اللي يحول من التايم دومين الى الاس دومين او ان الداله تبقى داله في التايم ان هي تبقى داله في الاس؟ هو اللابلاس ترانسفورم. فانا عشان اجيب لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت فباخد اللابلاس ترانسفورم عشان اقدر اجيب من هنا لابلاس الاوتبوت واقدر اجيب من هنا لابلاس الانبوت. وانت بقى بتاخد اللابلاس ترانسفورم من المعادله دي، الواي اوف تي اللابلاس بتاعها ايه؟ واي اوف اس. طب الواي دوت اس واي اوف اس، والواي دبل دوت اس تربيع واي اوف اس، والواي اوف تي اوف اوردر ان اس اس ان في الواي اوف اس. فاقدر اخد الواي اوف اس من هنا عامل ايه؟ مشترك. الطرف اليمين اليو اوف تي لابلاسها ايه؟ يو اوف اس. اليو دوت اس يو اوف اس. اليو دبل دوت
اس سكور يو في اس، وبالتالي اقدر اخد اليو في اس من هنا مشترك، يبقى عندي الواي في اس اللي واخده مشترك من هنا مع اليو في اس اللي واخده مشترك من هنا، اقسم الاثنين على بعض، في الاخر هتطلع الترانسفير فانكشن بتساوي اس اس ام زائد البي واحد اس اس ام ناقص الواحد زائد بي ام ناقص الواحد اس زائد البي ام، والمقام اس اس ان زائد الاي واحد اس اس ان ناقص الواحد اند سو اون الى اي ان ناقص الواحد اس زائد الاي ان. بص بقى هنا اعلى درجه في المقام اس اس ان اللي هي بتناظر اعلى تفاضل في الاوضه، واعلى درجه في البسط اس اس ام اللي هي بتناظر اعلى تفاضل في الانبوت. اذا درجه البسط هتبقى انديكيشن لاعلى تفاضل في الانبوت، ودرجه المقام هتبقى انديكيشن لاعلى تفاضل في الاوتبوت. طب ما احنا كنا قلنا ان الان اللي هي اعلى تفاضل في الاوتبوت ده بنسميه سيستم اوردر، وبالتالي السيستم اوردر له تعريفين اتنين، يا اما هو اعلى تفاضل في الاوتبوت في المعادله التفاضليه، يا اما هو اعلى درجه في مقام الترانسفير فانكشن. وبالتالي السيستم ده لو فيرست اوردر يبقى في المعادله التفاضليه اعلى حاجه هنا هو التفاضل الاول، وفي الترانسفير فانكشن درجه المقام تبقى اس اس كام؟ اس اس واحد. لو ده سكند اوردر يبقى هنا في واي دبل دوت ومقام الترانسفير فانكشن فيه ايه؟ اس سكوير. يبقى الانظمه الكونتينوس تايم اللي فيها الانبوت والاوتبوت الاثنين انالوج سيجنالز او كونتينوس تايم، الماثيماتيكال موديل للسيستم يا اما شكل معادله تفاضليه في التايم دومين يا اما ترانسفير فانكشن في الاس دومين. طيب ده النوع الاول من الانظمه. فزي ما قلنا الانظمه الكونتينوس تايم الماثيماتيكال موديل بتاعها يا اما ديفرنشال ايكويشن يا اما ترانسفير فانكشن. قبل ما اسيب بس الانظمه الكونتينوس عشان في نوع تاني من الانظمه اللي هنتكلم عليه اللي هو الديسكريت تايم سيستمز. في الانظمه دي لو احنا خدنا معادله المقام في الترانسفير فانكشن اللي هي اس اس ان زائد الاي واحد اس اس ان ناقص الواحد وهكذا الى اي ان ناقص الواحد اس زائد الاي ان وساويتها بالزيرو، فمعادلة المقام لما بنساويها بالزيرو كنا بنسميها ايه؟ برافو، كنا بنسميها الكاركترستيك ايكويشن، المعادلة المميزة. ليه معادلة المقام بنسميها المعادلة المميزة؟ لأن الروتس بتاعة المعادلة دي بنسميها البولز. يعني ايه البولز؟ يعني الكاركترستيك فاليوز، القيم المميزة. لان البولز او الروتس اللي هي جذور هذه المعادلة ممكن تطلع قيم حقيقية، ممكن تطلع قيم كومبلكس، ممكن تطلع قيم حقيقية مختلفة، ممكن تطلع قيم حقيقية متساوية، ممكن تطلع قيم كومبلكس، ممكن تطلع قيم تخيلية بس. فكل ما خدت قيمة او حالة كل ما شكل الريسبونس بتاع السيستم اخد شكل مختلف، فكأن جذور هذه المعادلة هي اللي بتميز شكل الاوتبوت يطلع ازاي. مش احنا قلنا قبل كده وانتوا بتدرسوا التايم ريسبونس ان الريسبونس ده ان جنرال له كام شكل؟ اوفر دامبد واندر دامبد وكريتيكال دامبد، فبس الريسبونس في معظم الانظمه بيبقى اندر دامبد. طب الريسبونس يطلع اوفر دامبد او اندر دامبد او كريتيكال دامبد، شكل الاوتبوت او الريسبونس كفانكشن من التايم وشكل المنحنى بتاعه مع التايم بيعتمد على قيم هذه الجذور، فكأن الجذور دي هي اللي بتميز شكل الاوتبوت فبنسميها القيم المميزة وادوها رمز كده البولز، وبالتالي المعادلة بتاعتهم بنسميها المعادلة المميزة. في حاجة تانية ليه دي برضو بنسميها الكاركترستيك ايكويشن والروتس بتاعتها البولز بنسميها الكاركترستيك فاليوز القيم المميزة؟ لان احنا قلنا يا جماعة لما بنيجي ندرس الاستابيليتي للانظمة الكونتينوس تايم كنا بندرسها من خلال ايه؟ لا كنا بنطبق الراوس اري فين؟ في الاس بلين. يعني كنا بنعرف كده اس بلين اللي
المحور الافقي سيجما والمحور الراسي جي اوميجا، لان الاس اللي هو الفاريبل بتاع اللابلاس ترانسفورم، ما بتاخد اللابلاس لاي معادله وتحولها لداله في الاس، الفاريبل بتاع اللابلاس ان جنرال كومبلكس، يعني عباره عن جزء ريال وجزء تخيلي، فالجزء الريال بنسميه سيجما والتخيلي جي اوميجا. فلما بمثل الجزء الحقيقي كمحور افق والجزء التخيلي كمحور راسي، فانا كده كونت بلين. اي نقطه في البلين ده في الربع الاول الثاني الثالث الرابع دي بتمثل قيم اس. مين هي قيم اس؟ اللي هي جذور الكاركترستيك ايكويشن، لانها داله في الاس. الاس بلين ده بقى كنا بنقسمه الى النص الشمال الليفت هاند سايد والنص اليمين الرايت هاند سايد والمحور الراسي. والبولز كنا بنمثلها بعلامه الايه؟ الكروس بالشكل ده كده او اكس. كنا بنقول بقى لو البولز ناحيه الشمال ده يبقى ستيبل ولا ان ستيبل؟ ستيبل. ولو في احد البولز ناحيه اليمين يبقى ان ستيبل. ولو جزء من البولز ناحيه الشمال وبقيه البولز على المحور الراسي يبقى كريتيكال ستيبل. عشان كده قيم البولز دي بنسميها القيم المميزه الكاركترستيك فاليوز، لان هي اللي بتميز الحاله بتاعه السيستم، هل هو ستيبل ان ستيبل كريتيكال ستيبل، هي اللي بتميز شكل الايه الريسبونس. ده كده بالنسبه للانظمه الكونتينوس تايم، واحنا اتكلمنا عليها قبل كده في مناهج الكنترول السابقه. طيب النوع الثاني بقى من الانظمه ان انا السيستم يبقى ديسكريت، يبقى ديسكريت تايم سيستم، يبقى ديسكريت تايم سيستم. لو انا عندي سيستم الانبوت يو اوف كي والاوتبوت او الريسبونس واي اوف كي، السيستم بقى لو الانبوت بتاعه ديسكريت يو اوف كي، دي كده ديسكريت ولا انالوج؟ ديسكريت. طيب شكل الديسكريت دي مع التايم كي بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن سامبلز بالشكل ده كده، عباره عن سامبلز بالشكل ده. والواي برضو ديسكريت، الاوتبوت او الريسبونس شكله مع التايم بيبقى برضو مجموعه من الايه؟ السامبلز بالشكل ده كده. وبالتالي ده بقدر اعرف له زد ترانسفورم يو اوف زد، وده بقدر اعرف له زد ترانسفورم كابيتال واي اوف زد. بس قبل ما نتطرق للانظمه الديسكريت، الكونتينوس تايم سيستم بعد ما بتجيب الترانسفير فانكشن بتاعته جي اوف اس، اقدر امثل ده كده كبلوك. السهم اللي داخله بيمثل لابلاس الانبوت يو اوف اس، والسهم اللي خارج منه بيمثل لابلاس الاوتبوت واي اوف اس، والترانسفير فانكشن جي اوف اس دي بكتبها داخل هذا الايه البلوك. اتفضل. مش احنا اتعلمنا كده قبل كده يا جماعه؟ طيب النوع الثاني بقى بالانظمه اللي هي الانظمه الديسكريت تايم. امتى السيستم يبقى ديسكريت تايم؟ لما يبقى الانبوت ديسكريت والاوتبوت او الريسبونس هو كمان ديسكريت. لما باجي بقى اتعامل مع السيستم ده كده، يبقى السيستم ده كده بنقول ان هو ديسكريت تايم سيستم. طب الانالوج سيستمز كنا بنتعامل معاها بانهي ترانسفورم؟ لابلاس ترانسفورم. لما نيجي نتعامل بقى مع الانظمه دي هنستخدم الزد ترانسفورم. طيب الماثيماتيكال موديل، الماثيماتيكال موديل للانظمه الديسكريت شكله يبقى عامل ايه؟ في تناظر ما بين الانظمه الديسكريت والانظمه الكونتينوس. احنا هنا في الانظمه الكونتينوس الماثيماتيكال موديل له كام شكل؟ يا ديفرنشال ايكويشن يا اما، يعني ده الشكل الاول للموديل وده الشكل الثاني للايه؟ للموديل. الماثيماتيكال موديل هنا هياخد شكلين، الشكل الاول بنسميه ديفرنس ايكويشن،
والشكل الثاني ترانسفير فانكشن. هنا برضو الماثيماتيكال موديل هيبقى له شكلين، الشكل الثاني ترانسفير فانكشن زي الشكل الثاني هنا ترانسفير فانكشن، بس هنا في الانظمه الانالوج الترانسفير فانكشن كانت لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت، كنت تطلع فانكشن في الايه في الاس. هنا الترانسفير فانكشن بتاعه السيستم ده هتبقى جي اوف زد، اللي هي الزد ترانسفورم للاوتبوت، واي اوف زد على الزد ترانسفورم للانبوت، فبتطلع داله في الزد. الشكل الاول للماثيماتيكال موديل هنا اللي هو الديفرنشال ايكويشن، الديفرنشال ايكويشن دي بيناظرها الديفرنس ايكويشن. طيب الديفرنس ايكويشن دي شكلها هنا هيبقى عامل ازاي؟ بس قبل ما نشوف الشكل بتاعها، هي الديفرنشال ايكويشن هنا كانت بتربط الاوتبوت والانبوت في التايم دومين ولا في الاس دومين؟ بس الاوتبوت والانبوت هنا الاثنين هنا ايه؟ كونتينوس. اللي بيناظر دي ديفرنس ايكويشن، يبقى الديفرنس ايكويشن هتربط الاوتبوت بالانبوت في التايم دومين ولا في الزد دومين بعد الزد ترانسفورم؟ هنا الديفرنشال ايكويشن بتربط الاوتبوت في التايم دومين بالانبوت في التايم دومين، بس الاثنين هنا ايه؟ انالوج او كونتينوس تايم. اللي بيناظرها بقى الديفرنس ايكويشن هتربط الاوتبوت في التايم دومين بس واي اوف كي بالانبوت في التايم دومين بس يو اوف كي، يبقى دي علاقه ما بين الاوتبوت والانبوت في التايم دومين، بس الانبوت والاوتبوت هنا في التايم دومين ديسكريت. انما الترانسفير فانكشن دي علاقه ما بين الاوتبوت والانبوت بعد الزد ترانسفورم في الزد دومين زي ما هنشوف دلوقتي. طيب قبل ما نشوف شكل الديفرنس ايكويشن عاوزين نوضح حاجه، دي اسمها ديفرنشال ايكويشن من شكل المعادله يا جماعه لانها بتحتوي على ايه؟ يعني دي الماثيماتيكال موديل هنا بنسميه معادله تفاضليه لانه بيحتوي على تفاضلات الدخل والايه؟ والخارج. طيب الديفرنس ايكويشن هنا ليه اسمها ديفرنس ايكويشن؟ اولا الديفرنس ايكويشن دي ده تمثيل للديفرنشال ايكويشن في الديسكريت فورم. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نوضحها من خلال اكزامبل. خلينا ناخد انالوج سيستم الانبوت يو اوف تي والاوتبوت واي اوف تي، ده كده كونتينوس تايم سيستم، وهنفترض ان المعادله التفاضليه عباره عن واي اوف تي دوت زائد 2 واي اوف تي بيساوي اليو اوف تي، ده كده انالوج سيستم اهو. الماثيماتيكال موديل بتاعه او الديفرنشال ايكويشن هتاخد هذا الشكل، الطرف الشمال يحتوي على الاوتبوت وتفاضلاته والطرف اليمين يحتوي على الانبوت وتفاضلاته، بس بما ان هنا اعلى تفاضل في الاوتبوت هو التفاضل الاول، واحنا قلنا اعلى تفاضل في الاوتبوت لازم يكون اكبر من اعلى تفاضل في الايه؟ في الانبوت، فلما يبقى الاوتبوت هنا متفاضل مره بالتبعيه مفيش تفاضلات هنا للايه؟ للانبوت، فده كده انالوج سيستم، ده من الرتبه الكام؟ الاولى. خلاص؟ اكزامبل بسيط خالص اهو، دي كده ديفرنشال ايكويشن. السيستم ده لما يتحول بقى لديسكريت سيستم، يعني ايه يتحول لديسكريت سيستم؟ يعني الانبوت ده يبقى ديسكريت يو اوف كي والاوتبوت ده يبقى ديسكريت واي اوف كي، المعادله التفاضليه دي هتتحول الى ديفرنس ايكويشن، علاقه ما بين اليو اوف كي والواي اوف كي. اتحولت بقى ازاي؟ هنفترض هنا طبعا انت لما تيجي تحول ده الى ديسكريت هيبقى نفس السيستم، بس الانبوت اللي هدخله له بدل ما يبقى انالوج يبقى ديسكريت. ادخل الانبوت ده ديسكريت ازاي؟ هي السيجنال بطبيعتها انالوج ولا ديسكريت؟ انالوج. الانالوج دي عشان ادخلها هنا كديسكريت ادخلها فين؟ على ايه؟ سامبلر.
والاوتبوت هو كمان هنا هيتحول الى ديسكريت، فده كده هيبقى ديسكريت تايم سيستم. الديفرنشال ايكويشن دي بقى هتتحول الى ديفرنس ايكويشن ازاي؟ اولا اليو، بص بقى اليو اوف تي دي اصبحت ايه؟ يو اوف كي، والواي اوف تي دي اصبحت واي اوف كي. طيب الواي دوت التفاضل الاول يحصل له ديسكريتايزيشن ازاي؟ يتحول لديسكريت فورم ازاي؟ او انا بحسبه احوله لشكل ديسكريت ازاي؟ هو تعال نشوف كده الواي اوف تي دوت، مش دي بنقصد بيها الدي باي دي تي للواي اوف تي؟ صح كده؟ يعني ايه الدي باي دي تي للواي اوف تي؟ يعني دلتا واي على دلتا تي. مش الواي اوف تي ده هنا انالوج؟ يعني ايه انالوج يا جماعه؟ يعني الواي اوف تي لما اجي ارسمه مع التايم ممكن يطلع له اي شكل بالشكل ده كده، تمام؟ ده شكل الواي اوف تي، ده انالوج اللي خارج من الانالوج سيستم. طيب الاوتبوت ده لما اجي انا بقى احوله الى ديسكريت فورم واي اوف كي، يبقى المنحنى السيجنال واي اوف تي عشان تتحول الى واي اوف كي، فشكل الواي اوف كي هيبقى عباره عن ايه؟ السيجنال دي هندخلها على السامبلر فهيقطعها، فشكل الواي اوف كي هيبقى عباره عن ايه؟ يعني هيبقى عندي سامبل هنا وسامبل هنا وسامبل هنا وسامبل هنا وهنا وهكذا، مجموعه من الايه؟ السامبلز، بحيث عرض الفتره الزمنيه ما بين تو سامبلز بيساوي كام؟ كابيتال تي، اللي هو السامبلنج ايه؟ انترفل. خلاص؟ وبالتالي المحور ده كده هيتحول الى محور الديسكريت تايم اللي هو الكي. طيب لو اللحظه دي كي، لو اللحظه دي كي، يبقى اللحظه اللي بعدها كي زائد واحد، واللحظه اللي قبلها كي ناقص الايه؟ الواحد. لان الكي يا جماعه بتاخد قيم ايه؟ 0 1 2 3 4، فعند اي لحظه اللي بعدها زائد واحد واللي قبلها ايه؟ ناقص واحد. طيب السامبل دي قيمه الواي، بس دي قيمه الواي عند انهي لحظه؟ دي يعني الواي اوف كي، والسامبل دي قيمه الواي عند لحظه كي زائد واحد، يبقى دي الواي اوف كي زائد واحد، والسامبل دي قيمه الواي عند اللحظه دي، يبقى دي الواي اوف كي ناقص واحد. طيب لما بتيجي بقى الواي اوف تي اللي هي السيجنال الانالوج اللي هي المنحنى المتصل، عشان احسب لها الواي دوت، التفاضل الاول لاي منحنى يا جماعه رياضيا بنقصد بيه ايه؟ الميل بتاع المنحنى. يبقى المنحنى المتصل ده كده، ده كده شكل الواي اوف تي اللي هو المنحنى المتصل ده، عشان اجيب له التفاضل الاول معناها ان انا اجيب دلتا واي على دلتا تي اللي هو الميل بتاعه. يعني ايه اجيب دلتا واي على دلتا تي؟ يعني اخد نقطتين كده على المنحنى اجيب الفرق الراس ما بينهم على الفرق الافقي، يعني ده دلتا واي على دلتا تي. بس وانت بتاخد الدلتا واي هتاخد الدلتا واي السامبل والسامبل اللي بعدها في الديسكريت فورم، او السامبل والسامبل اللي ايه؟ اللي قبلها. فافرض انا خدت السامبل دي والسامبل اللي بعدها، يبقى ده كده بيمثل دلتا واي، والدلتا تي هنا هتساوي كام؟ اللي هي هتطلع في الاخر مين يا جماعة؟ السامبل دي والسامبل دي والسامبل دي عرض الفترة الزمنية اللي بينهم هو مين؟ كابتل تي. فدي قيمة السامبل عند اللحظة دي، ودي قيمة السيجنال او السامبل عند اللحظة دي. فانا لو قلت دي ناقص دي جبت الفرق الرأسي اللي ما بينهم، يبقى ده كده دلتا واي على دلتا تي. الفرق الافقي هنا عرض الفترة الزمنية ما بين التو سامبلز دول هي مين؟ هي كابتل تي. اذا دي هتساوي دلتا واي، هنا هيساوي واي اوف كي زائد الواحد ناقص واي اوف كي على كام؟ على كابتل تي.
اذا لاحظ هنا ان التفاضل الاول تحول الى الديفرنس. يعني ايه ديفرنس؟ يعني الفرق ما بين تو سامبلز. مين هما التو سامبلز دول؟ السامبل عند اللحظه دي والسامبل عند اللحظه اللي ايه؟ اللي بعدها. واضحه يا جماعه الحته دي؟ وبالتالي التفاضل تحول للفرق ما بين تو سامبلز. عشان كده التفاضلات هنا في المعادله التفاضليه بتتحول الى ديفرنس ايكويشن. ليه ديفرنس ايكويشن؟ لان كل تفاضل هنا لما اجي احول السيستم من انا الى ديسكريت، فالتفاضلات دي لما اجي احسبها في الديسكريت فورم بتتحول الى الديفرنس، الفرق ما بين تو سامبلز. عشان كده بنسميها الديفرنس ايكويشن. هنا بقى الواي دوت، تعال نعوض بقى عنها كده. واي اوف كي زائد الواحد ناقص واي اوف كي، كل الكلام ده على كابيتال ايه؟ يبقى الترم ده كده بس اللي ما بين القوسين ده كده بيمثل الواي دوت بس. لو احنا افترضنا ان الكابيتال دي بواحد، يبقى من هنا واي اوف كي زائد الواحد ودي ناقص واتنين تبقى زائد واي اوف كي، كل الكلام ده هيساوي اليو اوف كي. وهنقف بقى هنا شويه عند المعادله دي عشان نقارنها بالمعادله دي. شايف بقى الديفرنشال ايكويشن لما اتحولت للديسكريت فورم؟ في الديسكريت فورم ده بقى اصبح دي علاقه ما بين الاوتبوت وما بين الانبوت في التايم دومين، بس ككونتينوس ولا كديسكريت؟ ديسكريت. دي بنسميها ديفرنس ليه؟ لان انا لما جيت لحسبت التفاضلات دي طلعت هي الديفرنس، الفرق ما بين ايه؟ تو سامبلز. طيب خلينا برضو نقارن الاثنين ببعض. احنا قلنا هنا ان الطرف الشمال يحتوي على الاوتبوت وتفاضلاته، خلاص؟ فالاوتبوت واي اوف تي هينظر هنا الواي اوف كي. شوف بقى الواي دوت نظرها ايه؟ واي اوف كي زائد الواحد. دي سيجنال. ايه الفرق ما بين الواي اوف كي والواي اوف كي زائد واحد؟ ان الواي اوف كي اعمل لها شيفت ناحيه اليمين ولا الشمال عشان تدي واي اوف كي زائد واحد؟ دي ما اعمل لها شيفت ناحيه الشمال بمقدار كام فتره؟ فتره واحده. اذا التفاضل هنا، التفاضل هنا نظره في الديفرنس ايكويشن ان انا بفاضل مين هنا؟ الاوتبوت. التفاضل اللي حصل في الاوتبوت نظره ايه هنا في الاوتبوت؟ ان الاوتبوت بتشفت ناحيه الشمال بمقدار ايه؟ فتره واحده. طب لو دي كانت واي دبل دوت، متوقع ان ده يبقى واي اوف كي زائد 2. طب لو دي واي تريبل دوت، يبقى دي واي اوف كي زائد ايه؟ 3. يبقى التفاضلات دي في الكونتينوس تايم سيستمز الطرف الشمال بيحتوي على تفاضلات الاوتبوت، لقيناها في الشكل الديسكريت في الديفرنس ايكويشن، التفاضلات دي تحولت الى الشيفت في الاوتبوت ناحيه اليمين ولا الشمال؟ الشمال. طب لو كان هنا في تفاضلات للانبوت، لو كان هنا في يو دوت برضه، فاليو دوت دي سيجنال انالوج، احسب لها التفاضل الاول، هنلاقي برضو ان التفاضلات في الانبوت هينظرها ناحيه اليمين هنا، شيفت ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال في الانبوت؟ زي ما الواي اوف دوت، الواي اوف تي دوت وانا بحولها للديسكريت فورم، هنا التفاضل الاول تحول للشيفت في الاوتبوت ناحيه الشمال بمقدار فتره. طب لو كان هنا في يو دوت، كانت هتتحول في الانبوت هنا شيفت في الانبوت ناحيه اليمين ولا الشمال؟ الشمال. بمقدار كام فتره؟ فتره. يعني اليو دوت هينظرها هنا يو اوف كي زائد واحد، ولو هنا في واي دبل دوت هينظرها واي اوف كي زائد 2. خلاص؟ يبقى احنا وضحنا على مثال بسيط خالص، خدنا الديفرنشال ايكويشن من الرتبه الاولى عشان نقول ان التفاضلات دي وانا بحسبها بتتحول الى الديفرنس ما بين قيمتين. مين هم القيمتين دول؟ السامبل والسامبل اللي بعدها. عشان كده سميناها ديفرنس ايكويشن.
الحاجة التانية ان التفاضلات في الاوتبوت بيناظرها الشيفت في الاوتبوت ناحية الشمال، والتفاضلات في الانبوت بيناظرها الشيفت في الانبوت ناحية الشمال. طب لما نرجع بقى لشكل المعادلة التفاضلية دي، المعادلة التفاضلية دي كده، دي بتمثل continuous system. لما اجي بقى انا احوله الى discrete system، يبقى الديفرنشال ايكويشن دي كده هتتحول الى ايه؟ ديفرنس ايكويشن. تعالى بقى ناخدها واحده واحده. واي اوف تي اوف اوردر ان، الاوتبوت هنا متفاضل ان من المرات، دي هتتحول الى ايه؟ واي اوف كي زائد الان، برافو، زائد الثابت ايه؟ واحد. الواي اوف تي هنا متفاضله ان ناقص واحد من المرات، فده هيناظرها الشيفت في الاوتبوت واي اوف كي زائد ان ناقص الواحد اند سو اون، زائد الاي ان ناقص الواحد. الواي دوت هنا، الواي دوت دي هيناظرها هنا واي اوف كي زائد الواحد زائد الاي ان في الواي اوف كي. كل الكلام ده هيساوي هنا اليو اوف تي اوف اوردر ام، هيتحول هنا الى يو اوف كي زائد الايه؟ الام. وهنا اليو اوف تي اوف اوردر ام ناقص الواحد هتتحول الى يو اوف كي زائد الام ناقص الواحد اند سو اون، زائد البي ام ناقص الواحد. اليو اوف تي دوت دي هتدي الشيفت في الانبوت ناحيه الشمال بمقدار فتره، زائد البي ام في اليو اوف كي. بص بقى على المعادله دي كده، ده الشكل بتاع الديفرنس ايكويشن. نقدر بقى نحط لها شكل جنرال كده. ايه الشكل الجنرال؟ ان دي علاقه ما بين الاوتبوت وما بين الانبوت في التايم دومين ولا في الزد دومين؟ في التايم دومين، بس الانبوت والاوتبوت هنا انالوج ولا ديسكريت؟ ديسكريت. الحاجة التانية ان الطرف الشمال بيحتوي على الاوتبوت. شوف انا كنت بقول هنا ايه؟ الطرف الشمال بيحتوي على الاوتبوت، التفاضل الاول والتفاضل الثاني والتفاضل الثالث، لان التفاضلات دي في الديسكريت فورم بتتحول الى شيفت ناحية الشمال، بس الشيفت ناحية الشمال مقداره فترة او اتنين او تلاتة او اربعة على حسب مين؟ على حسب عدد الايه؟ التفاضلات. وبالتالي ادي الشيفت ناحيه الشمال بمقدار فتره اللي بنظر التفاضل الاول، والشيفت ناحيه الشمال بمقدار فترتين واي اوف كي زائد 2 وهكذا. يبقى الاوتبوت والشيفت بتاع الاوتبوت بمقدار فتره واثنين وثلاثه واربعه وهكذا، ده ناحيه الشمال. ناحيه اليمين الانبوت والازاحه بتاعه الانبوت ناحيه الشمال بمقدار فتره او فترتين او ثلاثه وهكذا. طب احنا كنا بنقول ان اعلى تفاضل في الاوتبوت هنا كنا بنسميه السيستم اوردر، صح؟ طب اعلى تفاضل في الاوتبوت هنا ان، هيناظروا ايه هنا في الديفرنس ايكويشن؟ هيناظروا واي اوف كي زائد الان، اعلى شيفت في الاوتبوت. يبقى الان هنا اللي هي اعلى ازاحه في الاوتبوت بنسميها السيستم اوردر. يبقى اعلى ازاحه في الاوتبوت دي اللي احنا بنسميها السيستم اوردر. الحاجة التانية قلنا لازم أعلى تفاضل في الانبوت يكون أكبر من أعلى تفاضل فين؟ في الاوتبوت، صح كده؟ يعني قلنا إن الان لازم تكون أكبر من الايه؟ من الام. هنا أعلى شيفت في الاوتبوت ان لازم يكون أكبر من أعلى شيفت في الانبوت اللي هو الام، يعني لازم الان تكون أكبر من الام برضه. شايفين يا جماعة التناظر ما بين الانالوج والديسكريت؟ ده الشكل الاول اللي هو الديفرنس ايكويشن. طيب الشكل الثاني اللي هو الترانسفير فانكشن. الاثنين اللي كانت في المعادله
ما هي دي هنا في سائل بقى، انا حطيت دي بواحد فده ناقص مع الاثنين اتبقى. ما لو قلت لو انا خدت المعادله الاساسيه اللي هي اوف كيف الكونتينرز اللي هي فوق خالص وبقيت حولتها للديسكريت، فمش هي كده بالنسبه لي اختلفت؟ ايوه الثوابت هتختلف، يعني الاي واحد هنا مش زي الاي واحد هنا، الثابت هيختلف طبعا. ما لسه هنقول، انا بس بوضح ان الديسكريت سيستم الماثيماتيكال موديل بتاعه ممكن ياخد شكل ديفرنس ايكويشن او ترانسفير فانكشن، ان احنا لسه هنتعامل مع الديفرنس ايكويشن دي بالتفصيل ومع الترانسفير فانكشن دي بالتفصيل. واضح؟ طيب هنا يا جماعه الشكل الثاني الماثيماتيكال موديل ان انا اجيب ترانسفير فانكشن. احنا هنا كنا بنقول في الانظمه الكونتينوس ايه تعريف الترانسفير فانكشن؟ هي لابلاس الاوتبوت على لابلاس الايه؟ الانبوت. في الانظمه الديسكريت هنا لاي سيستم الترانسفير فانكشن بتاعته جي اوف زد هي الزد ترانسفورم للاوتبوت على الزد ترانسفورم للانبوت اللي هي الواي اوف زد على اليو اوف زد. طيب احنا كنا بنجيب الترانسفير فانكشن هنا من الديفرنشال ايكويشن ازاي؟ كنت باخد اللابلاس ترانسفورم. ليه كنت باخد اللابلاس ترانسفورم؟ لان هنا في الديفرنشال ايكويشن علاقه ما بين الاوتبوت وما بين الانبوت في التايم دومين، فباخد لها اللابلاس عشان اجيب العلاقه ما بينهم في الايه؟ في الاس دومين. نفس الحكايه هنا، انا عاوز اجيب الترانسفير فانكشن اللي هي الزد ترانسفورم للاوتبوت على الزد ترانسفورم للانبوت. الديفرنس ايكويشن بتديك علاقه ما بين الاوتبوت واي اوف كي وما بين الانبوت يو اوف كي في التايم دومين كديسكريت. انا بقى في الترانسفير فانكشن عاوز العلاقه بينهم بعد الزد ترانسفورم. مين اللي يحول الديسكريت سيجنال واي اوف كي او يو اوف كي الى داله في الزد؟ الزد ترانسفورم. اذا بالمثل زي ما كنت باخد هنا في الديفرنشال ايكويشن اللابلاس ترانسفورم عشان اجيب الترانسفير فانكشن كداله في الاس، بالمثل هاخد الزد ترانسفورم للديفرنس ايكويشن عشان اجيب الترانسفير فانكشن كداله في الزد. وانت بقى بتجيب الزد ترانسفورم هنا. هنحتاج النظريات اللي احنا قلنا عليها في الزد ترانسفورم. هنحتاج النظريات اللي احنا قلنا عليها ازاي؟ الواي اوف كي الترانسفورم بتاعه واي اوف زد. الواي اوف كي دي الترانسفورم بتاعها واي اوف زد، ده الزد ترانسفورم للاول. طيب الواي اوف كي زائد واحد الترانسفورم بتاعها يطلع ايه؟ واي اوف كي زائد الواحد والواي اوف كي زائد الاثنين اند سو اون. بص يا باشمهندسين، لو كانت الواي اوف كي الزد ترانسفورم لها واي اوف زد، يبقى الواي اوف كي زائد الان، الواي اوف كي زائد الان دي شفتت يمين ولا شمال؟ شمال بمقدار ان من الفترات. فكان النظريات بتاعه الزد ترانسفورم بتقول ان الزد ترانسفورم دي كان بيساوي ايه؟ زائد اس ان افتح قوس في الواي اوف زد اللي هو الزد ترانسفورم للداله من غير الشيفت زائد او ناقص سمشن واي اوف كي في زد اس ناقص الكي، والكي دي بتتغير من زيرو الى كام؟ ان ناقص واحد. خلاص؟ في ايجاد الترانسفير فانكشن الجزء ده كده بيمثل الانيشيال فاليوس اللي موجوده جوه السيستم. زي ما قبل كده واحنا بنشرح نظريات الزد ترانسفورم اللي هي نظريه الشيفت ناحيه اليمين او الشمال، قلنا ان الريسبونس بتاع الانظمه اي اوتبوت او اي ريسبونس طالع من اي سيستم بيبقى نتيجه حاجتين، ايه هما؟ الانبوت اللي داخل والانيشيال كونديشنز القيم الابتدائيه اللي متخزنه جوه السيستم. في عناصر ممكن تخزن انرجي زي الملف زي المكثف زي في الانظمه الميكانيكال الدمبر السبرينج، دي كلها بتخزن
فكل فانا في ايجاد الترانسفير فانكشن عاوز الاوتبوت نتيجه الانبوت اللي انت مدخله من بره. بالتبعيه انا بهمل كل القيم الابتدائيه، فالترم ده في ايجاد الترانسفير فانكشن بنحطه بزيرو. طالما بحط ده بزيرو معناها ان الواي اوف كي زائد الان الزد ترانسفورم بتاعها زد اس ان في الواي اوف زد على طول، وبالتبعيه واي اوف كي زائد الواحد الترانسفورم بتاعها يطلع كام؟ زد اس 1 زد اس 1 في الواي اوف زد، الواي اوف كي زائد الاثنين الترانسفورم بتاعها يطلع كام؟ زد سكوير في الواي اوف زد اند سو اون. واضح كده يا جماعه؟ بالمثل زي ما قلنا الواي اوف كي الترانسفورم له واي اوف زد، الواي اوف كي زائد واحد الترانسفورم له كام؟ زد في الواي اوف زد، الواي اوف كي زائد اتنين زد سكوير في الواي اوف زد، الواي اوف كي زائد الان زد اس ان في الواي اوف زد، فهتاخد الواي اوف زد مشترك من ايه؟ من كل الحدود دي. تعالى بقى على الطرف اليمين، الطرف اليمين اليو اوف كي الترانسفورم بتاعها كام؟ يو اوف زد. طب اليو اوف كي زائد واحد زد في اليو اوف زد، اليو اوف كي زائد اتنين زد سكوير في اليو اوف زد، فتقدر تاخد اليو اوف زد مشترك. يبقى الواي اوف زد اللي انا واخدها مشترك من ناحيه الشمال واليو اوف زد اللي انا واخدها مشترك من ناحيه اليمين، لما تقسم الاثنين على بعض هيطلع لك في الاخر ان الترانسفير فانكشن جي اوف زد هتساوي زد اس ام في البسط زائد ثابت بي واحد زد اس ام ناقص الواحد اند سو اون الى ثابت بي ام ناقص الواحد زد زائد البي ام، وده زد اس ان زائد ثابت اي واحد زد اس ان ناقص الواحد اند سو اون زائد الاي ان ناقص الواحد في الزد زائد الاي ان. اذا اد ترانسفير فانكشن. هنلاحظ برضو ان معاملات الانبوت والشيفت بتاعه ظهرت في البسط ولا في المقام؟ في البسط. واعلى شيفت في الانبوت طلع درجه المين؟ البسط. واعلى شيفت في الاوتبوت طلع درجه المين؟ المقام. ومعاملات الاوتبوت هنا ناحيه الشمال طلعت هي معاملات مين؟ المقام. هنلاحظ هنا ان اعلى شيفت في الاوتبوت في الديفرنس ايكويشن اللي احنا سميناه السيستم اوردر طلع بيساوي درجه البسط ولا درجه المقام؟ درجه المقام. اذا السيستم اوردر بنعرفها على انها اعلى ازاحه في الاوتبوت في الديفرنس ايكويشن او انها اعلى اس في مقام الترانسفير فانكشن. واضح يا جماعه التناظر ما بين الاثنين؟ يبقى في الانظمه الكونتينوس تايم الماثيماتيكال موديل يا ديفرنشال ايكويشن يا ترانسفير فانكشن، بجيب الترانسفير فانكشن من الديفرنشال ايكويشن انا باخد اللابلاس ترانسفورم. انما الماثيماتيكال موديل هنا يا ديفرنس ايكويشن يا ترانسفير فانكشن، بجيب الترانسفير فانكشن ان انا باخد هنا الزد ترانسفورم. واضح يا جماعه التناظر ده؟ طيب خلينا نتكلم على حاجه ثانيه. في الأنظمة الكونتينوس تايم الأنظمة اللي هي الكونتينوس تايم قلنا بنحدد الاستابيليتي بتاعتها في انهي بلين؟ الاس بلين، لان احنا قلنا الترانسفير فانكشن ده داله في الاس، الاس كفاريبل عبارة عن جزء ريال وجزء ايماجينري، فده عبارة عن سيجما زائد جي اوميجا، فأنا كنت بمثل الجزء الحقيقي كمحور أفقي والجزء التخيلي كمحور رأسي، يبقى جميع النقط في البلين ده سواء على المحور الأفقي أو المحور الرأسي أو الربع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع بقيم اس اللي هي جذور الكاركترستيك ايكويشن جذور المقام، فده بنسميه الاس بلين. وكنا بنقسم ده الى الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد والمحور الراسي اللي بيفصل ايه ما بينهم. ده في الانظمه الكونتينوس.
طب في الانظمه بقى الديسكريت هيبقى عندنا بلين بنسميه الزد بلين، زي ما عندنا اس بلين هيبقى عندنا الزد بلين. طب ايه العلاقه ما بين الاس بلين والزد بلين؟ انتوا عارفين يا باشمهندسين احنا في الانظمه الانالوج او الكونتينوس بتعامل معاها من باستخدام اللابلاس ترانسفورم ولا الزد ترانسفورم؟ اللابلاس. طيب ادي الواي اوف تي، الواي اوف اس، الواي اوف اس اللي هي لابلاس الواي اوف تي، كنا بنقول ان الواي اوف اس دي بتساوي اللابلاس ترانسفورم للواي اوف تي. طيب تعريف اللابلاس ترانسفورم كانت ايه؟ كنت باخد الواي اوف تي اضربها في اي اس ناقص اس تي واكامل الكلام ده من زيرو لما نهايه بالنسبه لمين؟ للتي ولا للاس؟ للتي. فانا كنت بكامل بالنسبه للطايم وبعد كده بعوض بالطايم بحدود التكامل من زيرو لما نهايه فتطلع في الاخر دي داله في الاس، يطلع اللابلاس ترانسفورم. ده الديفينيشن بتاع الايه؟ اللابلاس. طيب السيستم ده لما اجي احوله من انالوج الى ديسكريت فهيبقى الاوتبوت هنا ايه؟ واي اوف كي له زد ايه؟ طيب الواي اوف زد اللي احنا بنقول ان هي بتساوي كابيتال زد للواي اوف كي، بقول ان ده الزد ترانسفورم للواي اوف كي. ايه تعريف الزد ترانسفورم؟ القانون العام ده كان بيساوي سمشن لمين؟ انا بحسب الزد ترانسفورم لمين؟ فبجيب السمشن للواي اوف كي في زد اس ناقص الكي، والكي دي بتتغير من زيرو الى ما لا نهايه. الزد ترانسفورم ده مشتق من اللابلاس، اللابلاس ده بطبقه على الانظمه الانالوج او الاشارات الانالوج او الكونتينوس تايم. لما اجي بقى احولها لديسكريت فورم، دي عشان تتحول لديسكريت فورم، شايفين التكامل يا جماعه تحول الى ايه؟ سبمشن. من زيرو لما لا نهايه برضه، الواي اوف تي بقت واي ايه؟ بقت واي اوف كي. صح؟ طيب اي اس ناقص اس تي دي كده انالوج ولا ديسكريت؟ انالوج. طب لما اجي احولها لديسكريت يبقى كل تي احط مكانها ايه؟ يبقى دي كده كل تي احط مكانها الكي في التي، وبالتالي اي اس ناقص اس في الكي في التي كانها اي اس تي اس، كل الكلام ده اس ناقص الكي. لما تقارن بقى القانون ده بالقانون ده يبقى ادي الواي اوف تي بقت واي اوف كي، واي اس تي اس كل الكلام ده اس ناقص الكي اصبحت زد اس ناقص الكي. لما قارن ديا بديا يبقى الزد هتساوي ايه؟ اي اس تي اس. ودي العلاقه ما بين اللابلاس ترانسفورم للانظمه الانالوج والزد ترانسفورم للانظمه الديسكريت، ان الفاريبل زد هنا في الزد ترانسفورم بيطلع اكسبوننشال فانكشن من الفاريبل اس بتاع اللابلاس ترانسفورم. طيب المعادله دي يا جماعه مهمه جدا. طبعا الكابيتال تي ده ثابت ولا متغير؟ مين الكابيتال تي ده؟ سميناه ايه؟ السامبلنج انترفال، السامبلنج تايم، السامبلنج بيريود اللي هو زمن تقطيع الاشاره، وده بيبقى ثابت اللي هو عرض الفتره الزمنيه ما بين ايه؟ تو سامبلز جايين ورا بعض. طيب الاس ليها اس بلين، خلاص؟ لو انت خدت قيم اس جميع قيم اس في البلين ده خلاص؟ وعوضت بقيم اس هنا وحسبت قيم زد المناظره فاقدر اعمل بلين تاني للزد بلين. بس البلين التاني اللي هو الزد بلين جه ازاي؟ تعالى نعوض كده، دي هتساوي اي اس تي. الاس دي يا جماعه بتساوي ايه؟ سيجما زائد ايه؟ يعني الاس بطبيعتها ايه؟ كومبلكس، عباره عن جزء حقيقي سيجما وجزء تخيلي ايه؟ جي اوميجا. فانا هعوض عن الاس بسيجما زائد جي اوميجا، فدي هتساوي اي اس تي في السيجما في اي اس جي اوميجا في التي. ليه كتبتها كده؟
فكينا، وبعد ما فكينا وانت وزعت تي على الايه؟ على القوس، لما يبقى الاسس مجموعه يبقى الاكسبوننشال فانكشن ايه؟ مضروبه. واضح؟ يبقى من هنا الزد هتساوي اي اس تي في السيجما في اس جي اوميجا في التي. وهنقف عند المعادله دي بقى شويه. هي الاس بطبيعتها كومبلكس؟ كومبلكس. اذا لما تبقى الاس كومبلكس يبقى الزد بطبيعتها هي كمان هتطلع ايه؟ كومبلكس. وده اللي بان عندنا اهو، ان الزد طلعت ايه؟ كومبلكس، فيها جزء تخيلي. انتوا عارفين يا جماعه ان اي رقم كومبلكس اقدر اكتبه في ثلاث اشكال مختلفه. يعني انا لو عندي اكس زائد جي واي، دي كده لما باجي امثلها في البلين، ادي محور اكس وادي محور جي واي، ادي الجزء الحقيقي اكس وادي جي واي الجزء الايه؟ التخيلي. فالقيمة المركبة دي القيمة الكومبلكس، ممكن لو انا مشيت كده الجزء الحقيقي وطلعت كده الجزء الرأسي وحطيت النقطة دي كده، يبقى النقطة دي بتساوي اكس زائد جي واي، خلاص لها جزء حقيقي وجزء ايه؟ تخيلي. ده كرقم ايه؟ كرقم كومبلكس. طيب لو انا وصلت النقطة دي بنقطة الاصل، يبقى انا كده كونت فيكتور. بعد ده من نقطة الأصل R، طوله R وعامل زاوية مع المحور الأفقي اسمها سيتا. وبالتالي الرقم الكومبلكس ده بدل ما اكتبه في الكارتيزيان فورم الجزء الحي والجزء التخيلي، ممكن أقول إن هو R وزاوية سيتا، يعني بحيث إن الأر دي بعده اللي هي الجذر التربيعي لمين؟ الأر دي اللي هي الجذر التربيع الاكس تربيع زائد واي ايه؟ تربيع. والزاويه سيتا تنما نسوان ايه؟ واي على ايه؟ على اكس. فدي بنسميها الكارتيزيان فورم، ودي بنسميها البولر فورم، او ده بيساوي ار اي اس جي سيتا، دي بنسميها الاكسبوننشال فورم. بحيث ان ار دي بتساوي الجذر التربيع لاكس تربيع الحي التربيع زائد التخيلي التربيع اللي هو واي تربيع، والسيتا تنما نسوان واي على الاكس المقابل على المجاور. بص بقى الزد طلعت بتساوي اي اس تي سيجما. هي السيجما دي مش دي قيم جميع النقط اللي على المحور الافقي؟ دي قيم حقيقيه ولا تخيليه؟ حقيقيه. والتي ده رقم حقيقي، يبقى اي اس تي سيجما اللي هي بتمثل الايه؟ الار. في اي اس جي اوميجا تي اللي هي بتمثل السيتا. اذا بالتبعيه الزد هتطلع هي كمان كومبلكس. يعني ايه كومبلكس؟ يعني الزد دي هيبقى لها جزء حقيقي وجزء ايه؟ تخيلي. هيبقى لها جزء حقيقي وجزء تخيلي. لو انا بقى خدت الجزء الحقيقي والجزء التخيلي مثلتهم يبقى الزد بتساوي اي اس تي اس، الاس بطبيعتها كومبلكس، وبالتالي الزد هتطلع قيمه كومبلكس، تطلع رقم كومبلكس له جزء حي وجزء تخيلي. بس الجزء الحي والجزء التخيلي لما اجي احولهم الى قيمه وزاويه، تبقى القيمه ار دي بتساوي كام؟ اي اس تي ايه؟ سيجما، والزاويه سيتا بتاعته بتساوي ايه؟ اوميجا تي. لو انت بقى خدت الجزء الحقيقي مثلته كمحور افقي، يبقى ده بيمثل الريال بتاع الزد. والمحور الرأسي بيمثل التخيلي بتاع الزد، الجزء التخيلي بتاع الزد. يبقى لما عوض الاس بطبيعتها كومبلكس، يبقى الزد بطبيعتها هي كمان هتطلع كومبلكس، يعني لها جزء حقيقي وجزء تخيلي. لو مثلت الحقيقي بتاع الزد على المحور الافقي والتخيلي بتاع الزد كمحور رأسي، يبقى انا كده كونت بلين بنسميه الزد بلين او الزد دومين. الدومين او البلين ده بنسميه زد ليه؟ لان جميع النقط سواء على المحور الافقي او المحور الرأسي او في الربع الاول او الثاني او الثالث او الرابع بتمثل قيم مين؟ قيم زد. مين هي قيم زد؟ اللي هي جذور المقام في الترانسفير فانكشن زي ما هنشوف دلوقتي، بس يعني هتكلم عليها دلوقتي.
يبقى في الانظمه الانالوج في اس بلين. طب كنا بنقسم الاس بلين ده لكم منطقه؟ النص الشمال اللي فيه الجزء الحقيقي سالب ولا موجب؟ سالب. والناحيه اليمين اللي فيه الجزء الحقيقي سيجما موجب ولا سالب؟ والمحور الراسي جميع النقط اللي على المحور الراسي السيجما عندها بتساوي كام؟ زيرو. التلات اماكن في الاس بلين دول هيتقسموا لتلات اماكن في الزد بلين. ازاي؟ بص يا باشمهندسين، المعادله احنا قلنا ان الزد هيساوي اي او سي تي سيجما في اي او سي جي اوميجا، يعني هيساوي ار، بحيث ان الار هنا بتساوي اي او سي تي سيجما، والزاويه سيتا بتساوي ايه؟ اوميجا تي. يعني دي في الزد بلين لما تيجي تمثلها في ادي الريال بتاع الزد وادي الايماجينري بتاع الزد، هيبقى الزد لها جزء حي وجزء تخيلي، بس لما اوصل النقطه دي بنقطه الاصل يبقى بعدها من نقطه الاصل ار هو مين؟ اي اس تي سيجما، والزاويه اللي هو عاملها على المحور الافقي سيتا بتساوي اوميجا ايه؟ بتساوي اوميجا تي. ماشي كده؟ تعالى بقى ناخد الاماكن بتاعه الاس بلين. جميع النقط اللي على المحور الراسي السيجما عندها بكام؟ بزيرو. اذا لو انت خدت جميع النقط اللي على المحور الراسي جميع القيم الموجبه وجميع القيم السالبه يطلع الار هنا بكام؟ برافو. لان جميع النقط اللي على المحور الراسي السيجما عندها بكام؟ بزيرو. فاي اس زيرو بكام؟ يبقى الطول ده بيساوي كام؟ واحد. لو انت بقى خدت النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي القيم الموجبه والقيم السالبه، يبقى الزاويه سيتا اللي هي بتساوي اوميجا تي هتقعد تتغير، خلاص هيلف يمين ويلف ايه شمال، بس هو بيلف يمين وشمال بس لازال البعد بتاعه من نقطه الاصل بيساوي كام؟ واحد. اذا دي هتلف لما الزاويه تتغير، دي هتلف على شكل ايه؟ برافو. يبقى جميع النقط اللي على المحور الراسي بنظرها في الزد بلين او الزد دومين دايره مركزها نقطه الاصل ونص قطرها كام؟ واحد. دي بنسميها اليونت سيركل، دايره الوحده، دايره مركزها نقطه الاصل ونص قطرها واحد، بحيث جميع النقط اللي على الدايره دي جميع النقط اللي على الدايره دي بتناظر هنا جميع النقط اللي فين؟ اللي على المحور الايه؟ الراسي. عشان اقرب لك برضو المفهوم، مش الزد بتساوي ايه اس تي اس؟ خلاص؟ لو انت خدت جميع قيم اس هنا الموجبه وجميع قيم اس هنا السالبه وعوضت بيها هنا وجبت الزد وجيت وقعت جميع نقط زد، هتلاقيها كلها موجوده على محيط هذه الايه؟ الدايره. واصله يا جماعه النقطه دي؟ طيب جميع النقط اللي في الليفت هاند سايد السيجما بتاعتها هنا سالب ولا موجب؟ سالب. طب لما تبقى السيجما هنا سالبه والكابيتال تي موجبه ولا سالبه؟ موجبه. يبقى دي اي اس رقم موجب ولا رقم سالب؟ رقم سالب. يبقى السيجما سالبه. اي اس رقم سالب يطلع اكبر من الواحد ولا اقل من الواحد؟ اقل من الواحد. اذا لو انت خدت جميع النقط هنا ناحيه الشمال في الربع الثالث، في الربع الثاني او الثالث، خدت جميع النقط اللي هنا ناحيه الشمال، خدت جميع قيم اس هنا اللي ناحيه الشمال وعوضت بيها في المعادله دي وجيت رسمت قيم زد المناظره لها في الزد بلين، متوقع دي هتبقى موجوده فين؟ برافو، تطلع جوه الدايره، ما بداخل الايه؟ الدايره. اذا ما بداخل الدايره بيناظر الليفت هاند سايد، ده اللي احنا بنسميه الانتريور اوف يونت سيركل، ما بداخل اليونت الانتريور او الانسايد اليونت سيركل، ما بداخل اليونت سيركل.
طيب جميع النقط اللي ناحيه الشمال سوري اللي ناحيه اليمين، النقط اللي موجوده هنا او اللي موجوده هنا او اللي موجوده هنا، هنا السيجما عندها موجبه ولا سالبه؟ موجبه. لما تبقى السيجما هنا موجبه ايه اس السيجما هنا مثلا؟ بص يا جماعه هتبقى 2 3 4 5 فا اي اس تي في السيجما لما تبقى السيجما موجبه يبقى الرقم ده يطلع اكبر من واحد ولا اقل من واحد؟ اكبر من واحد. يبقى جميع النقط ناحيه اليمين في الاس بلين هتناظر ما ما بخارج الايه؟ الدايره اللي احنا بنسميه الاكستيريور او الاوتسايد اليونت سيركل، ما بخارج الايه؟ الدايره. يبقى الليفت هاند سايد ناحيه الشمال في الاس بلين هيناظر ما بداخل الدايره، و جميع النقط ناحيه اليمين في الاس بلين هتناظر ما بخارج الايه؟ الدايره. انما اللي بيفصل النص اليمين عن النص الشمال جميع النقط اللي على المحور الراسي هتساوي جميع النقط على محيط الدايره اللي هي بتفصل ما بداخل الدايره عن ما بخارج الايه؟ الدايره. طب نرجع تاني في الانظمه الانالوج، كنا بنقول ان السيستم ستيبل لما البولز تبقى ناحيه الشمال ولا ناحيه اليمين؟ تبقى كنا بنقول لو البول هنا ناحيه الشمال فالسيستم ستيبل. طب ناحيه الشمال هنا بتناظر هنا في الزد بلين جوه ولا بره؟ يبقى جوه الدايره. يبقى في الانظمه الديسكريت السيستم عشان يبقى ستيبل لازم البولز تبقى جوه الدايره. بس مين يا جماعه هي البولز؟ احنا في الانظمه الانالوج معادله المقام في الترانسفير فانكشن كنا بنسميها ايه؟ الكاركترستيك ايكويشن. والجذور بتاعه هذه المعادله سميناها ايه؟ البولز. بس الجذور هنا او البولز قيم مين؟ قيم اس اللي انا بمثلها في الاس بلين. بالتبعيه هنا لو انت خدت معادله المقام هنا في الترانسفير فانكشن اللي هي زد اس ان زائد الاي 1 زد اس ان ناقص الواحد زائد الاي 2 زد اس ان ناقص الاثنين اند سو اون زائد الاي ان ناقص الواحد زد زائد الاي ان وساويتها بالزيرو، فمعادله المقام هنا برضه بنسميها الكاركترستيك ايكويشن، القيم المعادله المميزه، والروتس بتاعتها بنسميها البولز. بس البولز او الروتس جذور هذه المعادله قيم مين؟ هي قيم زد اللي احنا بنمثلها في الزد بلين. ليه؟ لان السيستم بتاعنا ديسكريت ولا انالوج؟ ديسكريت. فلو انت خدت معادله المقام في الترانسفير فانكشن خلاص وجبت جذور هذه المعادله قيم البولز، يعني جبت الجذر الاول زد 1 وجبت الجذر الثاني زد 2 دي زد اس ان، يبقى لها كام جذر؟ يبقى زد 1 وزد 2 لحد زد ام زد ان، جبت قيم البولز دي كده. ثم تاخد البولز دي كده تمثلها في الزد بلين جوه اليونت سيركل. لما يبقى ده المحور الريال بتاع الزد يبقى النقطه دي كام والنقطه دي كام؟ دي بكام؟ 1 ودي سالب 1. ولما يبقى ده التخيلي بتاع الزد يبقى النقطه دي كام؟ لا 1 في جي، والنقطه دي 1 في ناقص الايه؟ الجي. فالبولز دي لو هي جوه الدايره سواء هي كومبلكس او ريال يبقى ده ستيبل سيستم، يبقى ده ستيبل سيستم البولز طالما ان هي جوه الدايره. انما لو البولز بره الدايره لو البولز بره الدايره بالشكل ده كده يبقى ده انستيبل سيستم. انما لو انت لقيت في الزد بلين في بولز جوه الدايره سواء كانت كومبلكس او ريال وبقيت البولز على الدايره، خد بالك البول اللي على الدايره ممكن يبقى عند الواحد او عند الناقص واحد او عند الجي او عند الناقص جي او ممكن يبقى هنا، بس هو لو هنا يبقى ده مقدار ايه؟ ريال ولا كومبلكس؟
كومبلكس معناها ان الكونجيوجيت بتاعه هيبقى معاه، لان البولز لما تيجي تجيب جذور هذه المعادله دي ممكن تطلع قيم ريال بس وممكن تطلع كومبلكس، بس لو هي كومبلكس هتبقى كومبلكس كونجيوجيتس كل جذر والمرافق بتاعه. ده بيقول ان هو كريتيكالي ستيبل سيستم. يبقى البولز جوه الدايره ستيبل، على الدايره كريتيكال ستيبل، بره الدايره ان ستيبل. طيب لو انت عندك بقى بول هنا، البول ده ممكن يبقى هنا وممكن يبقى على الدايره وممكن يبقى جوه الدايره، تعرف منين بقى اذا كان هو جوه الدايره ولا بره الدايره ولا على الدايره؟ منين اجيب ايه؟ برافو. البولز هنا لو هي قيم حقيقيه على المحور الافقي فهيبان من قيمتها اذا كانت جوه الدايره ولا بره الدايره. طب لو كان البول هنا كومبلكس، يعني ايه البول كومبلكس؟ يعني له جزء حقيقي وجزء تخيلي. الجزء الحقيقي والتخيلي ما يقدرش يقول لك ده جوه ولا بره، ده انت بتحسب بعد ده هو نص قطر الدايره دي كام؟ واحد. فانت بتحسب بعد ده من نقطه الاصل، بعد ده من نقطه الاصل اللي هو سميناه ايه؟ الار اللي هو الماجنتيود بتاعه اللي هو الجذر التربيعي للحي التربيعي زائد التخيل التربيعي. فانت لما تجيب الكومبلكس بول كجزء حي وجزء تخيلي تحسب الماجنتيود، لو الار دي اقل من الواحد يبقى هو جوه الدايره، طب لو الار دي بتساوي الواحد يبقى هو الدايره، ولو الار دي اكبر من الواحد يبقى هو بره الايه؟ الدايره. يبقى انا لما اجي اجيب المعادله واجيب الجذور لما يطلع لك احد البولز هنا مثلا جزء حقيقي زائد جي في جزء تخيلي، انا ما اقدرش اعرف اذا كان ده جوه ولا بره، فراح اجيب الار اللي هو الجذر التربيعي الحقيقي التربيعي زائد التخيل التربيعي، من قيمه ار دي لو اقل من الواحد يبقى جوه الدايره، بتساوي واحد على الدايره اكبر من واحد بره الدايره. انما افرض ان البول طلع قيمه حقيقيه، خلاص القيمه الحقيقيه اول ما تبص ليها بمجرد نظر بعينك سواء هي قيمه موجبه او قيمه سالبه من قيمتها كده بمجرد النظر بتعرف اذا كانت جوه ولا بره، هي اكبر من الواحد ولا اقل من الايه؟ الواحد. واضح يا باشمهندسين مفهوم الكلام ده؟ طيب احنا اتكلمنا النهارده عن الماثيماتيكال موديل للديسكريت تايم سيستمز. خلاص؟ في ثلاث حاجات اساسيين ان الماثيماتيكال موديل للديسكريت تايم سيستم ممكن ياخد شكل ديفرنس ايكويشن، ممكن ياخد شكل ترانسفير فانكشن، والترانسفير فانكشن بجيبها من الديفرنس ايكويشن ازاي؟ باخد الزد ترانسفورم. الحاجه الثالثه ان في الانظمه الانالوج بنتعامل مع الاس بلين، انما في الانظمه الديسكريت بنتعامل مع الزد بلين. الحاجه الرابعه ان النص الشمال ان في الزد بلين بنقسمه الى اليونت سيركل جوه الدايره وبره الدايره، البولز جوه الدايره ستيبل، بره الدايره ان ايه؟ ان ستيبل. ماشي كده يا باشمهندسين؟ المرة الجاية هنكمل على الكلام ده. خلاص؟ لأن احنا خدنا بس احنا خدنا الديفرنس ايكويشن والترانسفير فانكشن، بس لسه في شغلة وحسابات رياضية هنعملها عليهم، فاحنا هنكمل المحاضرة الجاية اللي احنا وقفنا عليه النهاردة.